السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن سيدنا يوسف عليه السلام. من الأشياء الجميلة جدا إنك ترى في المنام سيدنا يوسف. النهاردة يا جماعة هتكلم عن 28 رؤيا عن سيدنا يوسف عليه السلام. أول رؤية معانا رؤية إعطاء سيدنا يوسف لك طعام تأكله. هذه الرؤية تدل على زوال الفقر، وسوف تكون من الأغنياء والأثرياء إن شاء الله، فهي رؤية محمودة جدا. رؤية سيدنا يوسف للشخص المسجون، هذه الرؤية تدل على البشرى بفك حبسه وخروجه من سجنه إن شاء الله. رؤية مصافحة سيدنا يوسف عليه السلام أو السلام عليه، هذه الرؤية تدل على زوال الهموم، لا سيما إذا كانت المرأة المطلقة أو الأرملة هي اللي شافت الرؤية. رؤية الرجل المتزوج لسيدنا يوسف عليه السلام، هذه الرؤية تدل على صلاح الزوجة، فالرؤية خاصة بالزوجة. رجل المتزوج هو اللي شاف الرؤية، شاف سيدنا يوسف، الرؤية هنا خاصة بالزوجة. زوجتك امرأة صالحة إن شاء الله. رؤية المشي والسير مع سيدنا يوسف عليه السلام، رؤية تدل على الرزق الواسع والرزق الكبير، فهي رؤية محمودة للغاية. رؤية المرأة المطلقة لسيدنا يوسف بنسبة 99% رجوع إلى مطلقها مرة أخرى. رؤية التحدث والكلام والحوار والحديث مع سيدنا يوسف عليه السلام، رؤية تدل على زوال الهموم وزوال المشاكل إن شاء الله. رؤية الشخص التاجر لسيدنا يوسف، هذه الرؤية تدل على أرباح كبيرة وكثيرة جدا في الفترة المقبلة إن شاء الله. الشاب الأعزب لما يرى سيدنا يوسف عليه السلام، هذه الرؤية تدل على التوفيق في الدراسة لو أنه يدرس، والنجاح والتفوق في عمله لو أنه يعمل. رؤية تسمية مولود في المنام باسم يوسف، واللي شافت الرؤية دي امرأة حامل، المولود ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، رؤية المرأة المتزوجة لسيدنا يوسف، هذه الرؤية تدل على كثرة الأولاد. مصافحة المرأة المتزوجة لسيدنا يوسف عليه السلام، هذه الرؤية تبشرها بالحمل. رؤية المرأة الحامل لسيدنا يوسف، هذه الرؤية تدل على أن جنينها سيحمل صفات محمودة موجودة في شخص سيدنا يوسف، سيحمل من صفاته، أو أنه بصفة عامة هذا الجنين ستكون صفاته محمودة إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما يولد. رؤية سيدنا يوسف على باب المنزل، هذه الرؤية تدل على الحظ الجيد إن شاء الله. رؤية سيدنا يوسف يبتسم، السعادة. طب السعادة مع مين؟ لو إن اللي شاف الرؤية الزوجة، السعادة مع الزوج. لو إن المخطوبة شافت الرؤية، السعادة مع الخاطب. لو إن اللي شافت الرؤية المرأة المطلقة أو السعادة في الحياة. رؤية المرأة المتزوجة لسيدنا يوسف عليه السلام، ربما تدل هذه الرؤية على أخبار سارة مفرحة سوف تسمعها في الفترة المقبلة إن شاء الله. رؤية سيدنا يوسف للعزباء، زواج من رجل صالح، من رجل متدين. رؤية مقابلة سيدنا يوسف تدل على التغيير للأفضل وتحسين الأوضاع. رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، أحيانا هذه الرؤية تدل على ظهور الحق في شيء أنت ظلمت فيه. يعني انت لو في الحقيقة اتظلمت وشفت سيدنا يوسف في المنام،
اعرف ان الحق سيظهر، وكل اللي ظالمينك هيعرفوا ان انت كنت مظلوم، سيظهر لك الحق. رؤية سيدنا يوسف احيانا تدل على العكس، انك سوف تتعرض للظلم، بدلالة انه تعرض سيدنا يوسف للظلم من اخوته. رؤية سيدنا يوسف احيانا تدل على تفريج الكروب، واحيانا تدل على شفاء المريض. من افضل الرؤى رؤية سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.